هيئة مستشفى شبوة العام تم افتتاحها بدعم وتمويل من الأشقاء والأخوة في دولة الإمارات العربية المتحدة. شكر خاص لمؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، فلها الفضل الأكبر في تجهيز وتشغيل وإدارة هذا المستشفى. شريان إنساني لا ينقطع وبصمات خيرية خالدة، أياد بيضاء تستمر في عطائها الإنساني ووقوفها إلى جانب الشعب اليمني، تداوي أوجاع اليمنيين عبر ذراعها مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية. فرحلة دولة الإمارات في هذا البلد تختزل قيم الأخوة والتضامن. تم افتتاح هيئة مستشفى شبوة العام المرحلة الأولى بدعم من الأخوة في مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية. المرحلة الأولى تجاوزت 30 طن من التجهيزات الطبية، والمرحلة القادمة إن شاء الله ستكمل المتبقي لتشغيل على الثلاث المراحل بإذن الله تعالى. لم تغب دولة الإمارات يوماً عن مساعدة اليمنيين، فهنا في مستشفى شبوة العام الصرح الطبي الأكبر في المحافظة الذي طالته حرب الحوثي تنفس الحياة أخيراً ليدخل معركة من نوع آخر لمداواة جراح اليمنيين. نجحت يد العطاء الإماراتية في تدشين المرحلة الأولى لتشغيل المستشفى عبر ذراعها الإنسانية مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية. بلغت الطاقة الاستيعابية لهذا الصرح 350 سريراً طبياً، منها 100 سرير تم تجهيزها بجميع التخصصات الطبية في المرحلة الأولى، إلى جانب تجهيز 250 سريراً في المرحلة الثانية. الحمد لله، نحن ككادر طبي في مستشفى هيئة شبوة العام مستعدين لاستقبال أي حالة مرضية سواء كانت جراحية أو باطنية. بعد تدشين افتتاح المرحلة الأولى من الهيئة وعمل عمليات بإذن الله بشكل يومي، ونشكر مؤسسة خليفة لدعمهم للهيئة والمحافظة شبوة بشكل عام إلا محدود. وفي وقت تتواصل فيه أعمال التأهيل لاستكمال المرحلتين المتبقيتين لتشغيل المستشفى بكامل أقسامه الطبية والجراحية، قدمت الإمارات أكثر من 30 طناً من المعدات والأجهزة الطبية الحديثة، إذاناً بالبدء بتقديم الخدمات الطبية للمواطنين الذين ظلوا يفتقرون على مدار سنوات. إن شاء الله أنه أبناء شبوة يرتاحوا قليلا من السفريات إلى المكلا إلى عدن، لأن المستشفى عنده خطة أنه يقضي على هذا على مسألة الإحالة إلى محافظات أخرى. مشروع لاقى إشادات مجتمعية وحكومية واسعة في الشارع اليمني والشبواني، تقديرا لدور دولة الإمارات في إنجاز أهم المشاريع الحيوية التي طال انتظارها. طبعا هيئة مستشفى شبوة العام تم افتتاحها بدعم وتمويل من الأشقاء والأخوة في دولة الإمارات العربية المتحدة والممثلة بمؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية. هذه الأعمال ما هي إلا جزء بسيط من الأعمال التي تقدمها هذه المؤسسة في المحافظة وفي المحافظات المحررة بشكل عام. عطاء متدفق لا ينضب جعل من مستشفى شبوة العام العمود الفقري للخدمات الصحية بالمحافظة باعتباره النواة الأولى لمدينة عتق الطبية ليحل أزمة ليشكل امتداداً لدورها الإنساني.